السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول المتوسط، أهلا وسهلا بكم على قناة أرتوز أحمد فرحات رحيق الفن. يتجدد معكم اللقاء للمرة الثانية في درسنا الطباعة بالعقد والصباغة. المقطع الأول إن شاء الله هسيبه لكم في شاشة النهاية علشان اللي ما شافوش يقدر يتفرج عليه ويشوفه، لأن الفيديوهين مرتبطين جدا ببعض. أما النهاردة في المقطع الثاني اللي إحنا هنشتغله مع بعض فيه التلوين والإخراج وتوظيف العمل، فتابعونا. هنتذكر مع بعض يا احبتي ان احنا عملنا الثلاث الوان، منهم اتنين الوان حارة وهو البرتقالي والاحمر، ولون بارد اللي هو اللون الازرق. طبعا في الطباعة لازم نبدأ باللون الفاتح، اللون الفاتح بنأكد نبدأ باللون الفاتح لان هو اللي يقبل بعد كده الغامق مش العكس. خلاص، وهنا انا استخدمت طريقة معينة، عند كل ربطة للخيط كنت بحط اللون الفاتح على اساس ان هو مصدر الاضاءة، وبعد كده هبدأ ازود بعد كده اللون الغامق عشان يديني اضاءة فاتح وغامق اللي هو الظل والنور في التلوين. عاوز انفذه هنا على العمل الفني بتاعي وهنشوفه ان شاء الله في النتيجة. دلوقتي انا بوزع اللون في اماكن معينة، بشربه للقماش بطريقة معينة. في اجزاء بتكون ضعيفة يعني الخيط مش رابط عليها زي دي جامد، فبيشرب منها اللون على طول مش محتاج ان انا اضغط. ده طبعا اللون الاحمر. طبعا ده بيعمل تداخل كويس جدا للالوان، خاصة لو القماشة كانت مبللة، وكمان ان الالوان نفسها بتبدأ تعمل تأثيرات من خلال دمجها مع بعض. يعني بمجرد ما احط اللون واضغط شوية كده هنا ممكن اللون يبدأ يمشي لحد هنا مع البرتقالي ويكون ايه لون بتأثيرات جديدة. بعد كده باللون الأزرق ممكن أعمل تأثيرات بسيطة ما بين اللونين. انا هنا بخلف الالوان اأكد على اللون بحيث ان انا اضغط عليه شوية علشان يتشرب داخل. واسيبها شوية بقى لحد ما تجف تماما، وابدأ بعد كده نيجي نفك الايه مع بعض الخيوط. بعد نص ساعة يا احبائي سيبنا فيها المفرش يجف، طبعا هو لسه ما جف تماما يعني لسه برضو الى حد ما في ايه رطوبة. هنبدأ دلوقتي نفك. حبيت اوريكم بس، شايفين هنا الخيط اللي لفيناه في النهاية بيعمل تأثير ازاي؟ واضح دي الخيوط اللي احنا لفيناها في الاخر. خلاص، واضح التأثيرات اللي الخيوط عملتها في القماش. كذلك الخيوط دي هنا عاملة حبس للون اهو، اللون الأحمر الخفيف اللي نزل تحتها بس، لكن الغامق حبست اللون فطلع عنها التأثير دوت. طبعا تأثيرات الألوان هنا بتكون جميلة جدا، لو أي فنان تشكيلي حب يعملها بشكل مقصود ومتعمد مش هيقدر. فجمال الطباعة
طباعة العقد والربط في إنها بتدينا تأثيرات غاية في الجمال وبديعة في المنظر. تعالوا بقى نشوف، شايفين مدى الجمال اللي الناتج من تداخل الألوان وانسيابيتها، والتأثيرات اللي موجودة من خلال الخيوط والألوان الغامقة والفتحة. ده جمال صباغة العقد والربط. تعال نشوف الأجزاء اللي هي حطينا فيها المشابك. واضح واضح يا أبنائي وبناتي الأعزاء، مكان المشبك واضح، مكان المشبك هوت محافظ على إلى حد ما بلون مختلف عن الألوان اللي موجودة حواليه. شايفين اللون بقى الأزرق تخلل إزاي عبر القماش وعمل تشبيحات اهي جميلة وخفيفة متداخلة مع اللون اللي هو الأحمر. درس جدا جميل وممتع، وأي حاجة بنعملها فيه بيكون شكلها كويس. تعالوا نفرده كده بقى ونشوف المركز. المركز اهو لوحة فنية بديعة بأسلوب العقد والربط. واضح كل اللي عملناه، بس ترتيب او تنظيم في البداية في شكل الربط اللي بنربطه، وكذلك المشابك اللي حطيناها ووزعناها. اللي شايفين الخيوط هنا، المركز، المسافات اللي عملناها في البداية اللي هي كانت مسافة اكبر فاقل لحد ما وصلنا للمركز، عملنا خيوط لوحدها في البداية خالص لو بتفتكروها. وبعد كده شغل المشابك، واضح المشابك اهي شغلها. اسلوب الطباعة بالعقد والربط جدا جدا سهل علينا، جدا جدا جميل. كل الحكاية بس ان احنا محتاجين تنظيم واحنا بنشتغل. زي ما قلت لكم نقدر نتخيل الشكل قبل ما نعمله، وحتى لو ما تقدروش تتخيلوا الشكل اي حاجة هتعملوها هتطلع جميلة جدا جدا. شايفين الالوان الباردة مع الالوان الحارة عاملة ازاي، عاملة جمال ازاي، في العين مرتاحة تشوف حاجات حارة وفيها نشاط فيها حيوية، وكذلك في بعد كده الوان باردة تهدي الموضوع وتهدي الجو. شغل جدا جميل، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيه وتعملوا احسن منه باذن الله تعالى. ابنائي وبناتي الاعزاء، وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، وهو الطباعة بالعقد والصباغة. اصبح العمل بالنسبة لنا دلوقت مش شكل جمالي فقط، لا بل كمان له وظيفة نفعية في انه اصبح مفرش لطاولة زي ما احنا شايفين بالاشكال الجمالية اللي فيه. أسأل الله العظيم أكون قد وصلت المعلومة لكم بشكل سلس وسهل، وإن الموضوع يكون عجبكم تكونوا استفدتوا منه. وإلى لقاء تعليمي جديد بكم في فيديو تعليمي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.